كنت أريد أن أعطي انطباعي بسوبر بول، رغم أن طبعا ما شاهدته على الإطلاق المباراة نفسها بشكل مباشر، ما شاهد المباراة كلها أنا، ولكن شاهدت الخلاصة تقريبا مرتين على الأقل مرة واحدة. فإذا كانت الخلاصة تعبر عن حقيقة المباراة بشكل عام، فلدي بعض الانطباعات بالمباراة. أولا، قبل ما دخلنا المباراة أو قبل ما بدأت المباراة، كنت طبعا، وكوني بعيد نسبيا عن متابعة كرة القدم الأمريكية هذا الموسم، أنا كنت أتوقع فوز للتشيفز. طبعا السوبر بول بين التشيفز والناينرز، فطبعا أنا ما كنت شخص استثنائي بتنبؤي بفوز التشيفز، لأن كل الناس سيختارون الفريق الذي فيه باتريك ماهومز، وماهومز سبق أن فاز بالسوبر بول. فطبعا بغض النظر عن الأمور الأخرى، دائما ستختار ماهومز في مثل هذه المواجهة. وعلاوة على ذلك، حسب ما يقولون أو حسب ما قالوا، فإن دفاع التشيفز أيضا قوي. فماذا تتوقع إذا تجمع دفاع قوي مع كورتباك مثل باتريك ماهومز؟ على النقيض ذلك، بروك بيردي لاعب ممتاز، أثبت نفسه، وأيضا هجوم للمدرب شانهان شيء يستحق التقدير، دائما يقدم أداء فعال. لكن في نفس الوقت، رغم تقديري لبيردي، إلا أنه سبب ثاني خلاني أختار التشيفز، إنه عوضا عن الناينرز، إنه بيردي في سنته الثانية، فكيف تختار لاعب ليس لديه خبرة في مثل هذه المباريات، لاعب صغير، كيف تختاره مقابل لاعب مخضرم مثل باتريك ماهومز؟ وبالفعل نتيجة
مجري المباراة عكس تلك الملاحظات التي كان لدي إياها. مع ذلك فهناك نقاط تجدر بالذكر بخصوص المباراة، والمباراة ما جرت تماما مثل ما كنا نتوقع. فهذا يقودني إلى انطباعي للمباراة من البداية. انطباعي من البداية إني انبهرت بأداء بروك بيردي منذ بداية المباراة. كان يبدو إنه واثق جدا بنفسه، وما كنت أتوقع هذا الشيء. كنت أتوقع العكس، كون مثل ما قلت إنه لاعب صغير. كنت أتوقع إنه في هذه المباراة الكبيرة الأولى له، يعني النهائي الأول له، إنه يلعب بتوتر، أن يكون متوتر، ولكن أشيده مرة ثانية هو خالف التوقعات ولعب وكأنه مخضرم. هذا كان مثل ما قلت غير متوقع على الإطلاق، أنه يلعب بمثل هذا الهدوء والثقة بنفسه. شاهدنا من الخلاصة من البداية، كان يعني يبين لما ترى حركاته أنه كان يشعر براحة كبيرة. فأشيده على تبني مثل هذه العقلية في المباراة الكبيرة. وهذا يقودني لنقطة إنه الناينرز في الشوط الأول فعلا كان الفريق الأفضل في هذه المباراة، وماهومز كان لم يشهد ماهومز. ما كنا نعرف أين هو. ما لا أقول أنه لعب أو قدم أداء سيء في الشوط الأول، لكن ما شاهدنا الكثير من ألعاب كبيرة منه، وهذا أيضا لا يعكس علي هو فقط. يعني هو مب المذنب الوحيد، يعني مجري المباراة يحدد كثير من الأمور وليس اللاعب الواحد. فماهومز ما قدم كثير من الألعاب، لكن بسبب مجري المباراة ما كان له كثير من الفرص أصلا. الناينرز كان الفريق المسيطر في المباراة هجوميا بشكل عام. كان الفريق المتقدم الفريق الذي كان يقدم ألعاب كبيرة. فالانطباع الأول هو
عقلية بردي أو شكله في المباراة. الانطباع الثاني كيف أن ناينرز كان الفريق المتقدم في الشوط الأول، لكن الانطباع الثالث أنه، وأنا قلت هذا لنفسي وأنا أشاهد الخلاصة، أنه رغم كل الألعاب الكبيرة نسبيا التي قدمها الناينرز في الشوط الأول، إلا أن السجل أو النتيجة كانت متقاربة إن صح التعبير. الفرق بين الفريقين كان قليل جدا. أنا نسيت، يمكن كانت النتيجة 13 للناينرز مقابل 3 للتشيفز أو شيء من هذا القبيل عند نهاية الشوط الأول. فأنا كنت أقول في نفسي، لنفسي يعني، الناينرز متقدمين في الشوط الأول، ولكن النتيجة لا تعكس مثل هذا التقدم، والناينرز سيندم من أنهم ما كبروا الفجوة أو التقدم لهم على التشيفز. لابد أن تنتهز الفرصة لما أنت تكون الفريق المتقدم، أنك تترجم هذه الأفضلية عن الفريق الثاني بنقاط، لازم تترجم بنقاط إن صح التعبير، أو تحول إلى النقاط، لأنك أنت تعرف أن فريق مثل تشيفز على الأغلب سيعودون من هذا التراجع، خاصة شخص مثل باتريك ماهومز هو سيرجع وسيحسنون أدائهم في الشوط الثاني بفضل موهبتهم كفريق. أنت تعرف هذا الشيء، لست تلعب ضد فريق ضعيف، لذا لما تجد نفسك في التقدم في مجري المباراة لازم أن تترجم هذا التقدم بنقاط لكي تعطي نفسك مساحة استعدادا لعودة التشيفز في وقت لاحق في المباراة، وهذا الذي حدث بالفعل. أنا قلت النقطة لنفسي وأنا أشاهد الخلاصة، وبالفعل هذا الذي صار. التشيفز عاد في الشوط الثاني، والشيء الذي يستحق الإشادة
تشيفز انهم رغم انهم كانوا كيف نقول متراجعين في الشوط الاول الا انهم ما سمحوا لهذا تراجع في الأداء أو ضعف الأداء أن يترجم بحصول فجوة كبيرة في النقاط، والشيفز خلى المباراة تكون قريبة، يعني النتيجة متقاربة، ما سمح لهم فرصة العودة في الشوط الثاني. وأيضا سبب هذا ماذا أقول الذي خلى النتيجة متقاربة يمكن هو دفاع التشيفز، هذا الدفاع الذي الكل كان يشيده قبل المباراة هو الذي مثل ما نقول أنقذ التشيفز وخلى النتيجة متقاربة ومنع تسجيل نقاط كثيرة للناينرز في الشوط الأول. ففي الشوط الثاني مثل ما قلت التشيفز عاد وتمكنوا من تعادل المباراة، وكان هناك أيضا كانت هناك بعض الأخطاء من قبل اللاعبين من كل الفريقين، يعني فقد الكرة في أماكن حساسة، هذه الأخطاء الأساسية أيضا أثرت في المباراة. وبقدر ما أجاد اللعب بردي بالشوط الأول، ما أريد أن ألومه في الشوط الثاني، لكن أعتقد أنه ناينرز كان يمكن القول أنهم نقصتهم لعبة واحدة مثلا، إذا تمكن بردي من تسجيل تاتشداون في الشوط الثاني بمعنى أنه ما كان عليه تكرار أو إعادة أداؤه من الشوط الأول في الشوط الثاني،
لكن كان مطلوب منه تقديم لعبة واحدة كبيرة مثلا على أساس يسجلوا تاتش داون، وكان يمكن كان فازوا إذا فعل. فهذا هو الشيء الوحيد، ما قام بشيء الذي يمكن أن ينهي المباراة بردي، لكن بشكل عام ما أعتقد أي أحد يستطيع أن ينتقد بردي لأدائه في أول مباراة كبيرة أو أول نهائي له. فالمباراة انتهت بالتعادل، ثم تقدمت إلى وقت إضافي، و انطباعي الوحيد من مشاهدة الفترة الإضافية إنه لاعبين الناينرز، لاعبين الدفاع، بدوا لي أنهم كانوا نوعا ما تعبانين، وهذه نقطة أخرى للمباراة، إنه لاعب مثل ماهومز يمكن أن يتغلب عليك من هذه الناحية، ناحية التعب، تعب أكثر من أي شيء ثاني. الدفاع يمكن دفاعك يمكن أن يحد من لاعب مثل ماهومز فترة معينة، مدة معينة، لكن على المدى البعيد الدفاع يصبح أو يبدأ يتعب، وما عاد بإمكانهم الحد من لاعب مثل ماهومز، وهذا الذي شاهدنا أنه الفرق بين الشوط الإضافي و يعني آخر المباراة و الأجزاء الأخرى لها، إنه ما عاد دفاع ناينرز أن يتماشى إن صح التعبير مع ماهومز. فتعبوا، وماهومز استغل هذا الضعف للدفاع ناينرز، وقدم الألعاب المهمة التي حددت الفوز. وهذا يقودني في الفترة الإضافية، هذا الذي صار، إنه التشيفز تمكن من تسجيل تاتش داون بفضل جزئيا بفضل تعب دفاع ناينرز، بينما ناينرز تمكن فقط من تسجيل الفيلد جول. فالانطباع يمكن القول الانطباع الأخير لدي، والانطباع العام، إنه
أول شيء بالنسبة للماهومز، إحصائياته كانت جيدة، لكن فقط حكما بحكم العين، لا أقول أنه قدم مباراة ممتازة حسب الخلاصة، لكن الذي فعله أنه قدم الألعاب المهمة الحاسمة التي حددت، مثل ما قلت، حددت مصير المباراة وشكلت الفرق بين الفوز والخسارة. هذه الألعاب التي قدمها إن صح التعبير ماهومز، فانطباعي العام إنه فماهومز لعب مباراة للاعب الفايز، اللاعب الذي يعرف كيف يفوز. انطباعي العام للمباراة انه ناينرز قدم مباراة جيدة، يمكن نقول انهم كانوا الفريق الأفضل على كيف أقول، على مدار المباراة بأكملها من البداية للنهاية. يمكن نقول ان الناينرز كان الفريق الافضل، لكن التشيفز هو الفريق الذي قدم بالالعاب الحاسمة المهمة للمباراة، التي تحدد بين الفوز والخسارة، تصنع الفرق بين الفوز والخسارة. فهذا الذي يصنع الفرق، هذا الذي يحدد من يفوز في المباراة، من يستطيع أن يقوم بالألعاب المهمة والحاسمة. لذا التشيفز يستحق اللقب، يستحق الفوز، الفريق الذي يقوم بهذه الألعاب يستحق الفوز. ولكن يبدو وكأن ناينرز كان الفريق الأفضل في المباراة. هم لعبوا أعتقد مباراة أفضل من التشيفز بصورة عامة. رغم ذلك ما لا تستطيع أن تقول أن مثلاً التشيفز ما لا يستحقون الفوز. هم ما التشيفز ما سرقوا المباراة. التشيفز لا أعرف الكلمة، لكن بنفسهم التشيفز استحقوا الفوز.
لأنه الفايز ليس من يقدم أفضل مباراة أو أفضل مباراة شكليا، هو الذي ينفذ الألعاب المهمة. فالتشيفز يستحق الفوز رغم أنه الناينرز قدم مباراة جيدة. هذا الانطباع العام لدي للمباراة. الكثير يمكن كان يتمنى أن الناينرز يفوز لأنهم قدموا المباراة الأفضل، لكن مثل ما قلت هذه ليست منافسة أو تحكيم على من يقدم أفضل مباراة، هو تحكيم على من ينفذ الألعاب الحاسمة لضمان الفوز. فتشيفز بفضل دفاعهم، بفضل خبرتهم، أداء ماهومز في الأوقات الحاسمة، هم أخذوا اللقب. يعني كنت أريد أقول ببساطة، كنت أريد أقول أنه هناك بعض المباريات التي تنتهي حيث الفريق الأفضل من كل النواحي يخسر بسبب سوء الحظ أو شيء من هذا القبيل، لكن ما لا أعتقد أن هذه هي الحالة في هذه المباراة، لأني أفرق مثل ما قلت بين الفريق المتغلب الذي يخسر نتيجة أمور عشوائية مثلا، وفريق مثل تشيفز الذي استحق الفوز بسبب الألعاب التي نفذوها، رغم أنه ناينرز كان الفريق المسيطر على أغلب المباراة. فالناينرز كان الفريق الأكثر كيف أقول مج أو جذاب للعين من التشيفز، لكن التشيفز هم الذي أخذوا اللقب. وفعلا تشيفز لديهم منظومة ممتازة متمثلة بوجود ماهومز والمدرب نسيت اسم المدرب، ثم تضيف على ذلك الدفاع، فهم فعلا فريق يبدو أنهم يبدو أن لا أحد يستطيع أن يواجههم. والناينرز أيضا لديهم مستقبل مشرق بوجود بروك بيردي إلى آخره،
ستتوقع أيضا أن الناينرز يعود لنفس هذه المرحلة، مرحلة النهائيات إلى آخره. لكن كان أعتقد فعلا كانت مباراة ممتازة للسوبر بول، لأن النتيجة كانت متقاربة خلال المباراة، وتقدمت إلى الوقت الإضافي وانتهت بنتيجة متقاربة. فرغم أنه النتيجة كانت منخفضة نوعا ما، ما شاهدنا كثير من النقاط الذي عادة يجعل الأكثر المباراة أكثر ممتعة، إلا أن ما زال كانت مباراة ممتعة بسبب قدر المنافسة بين الفريقين. من هذه الناحية كانت مباراة ممتعة، رغم أنه النتيجة كانت نوعا ما منخفضة.